لا شروق الغاليه فلسطين ولا ترضى الحل السلمي بارود ونار يا محلاها من كلمة وفليسقط غصن الزيتون اليوم واقفين أمام سجن الدمون نشطاء من أجل أسيرات الدمون تشكلت المجموعة حديثاً عشان نرفع صوت إنه في وراء هاي الأسيرات شعب واقف وراهن هن مش لحالهن عملنا منشكل وقفات عشان يعرفوا إنه إحنا حد ندعمهن كتير منا إحنا بنلتقي في حيفا اللي هي حد الدمون واليوم إحنا بهاي المظاهرة جينا نوصل صوت الأسيرات كاتبينهن على لافتات 30 أسيرة مناضلة إحنا معاكم قلباً وقالباً احتفلنا بعيد 4 أسيرات بشهر 11 شهر 12 بكرة في عيد الأسيرة روان أبو زيادة كمان في رحم الأسد وفدوى حمادي كان عيد ميلادهن الشهر اللي مرق مي مسار ومن الطيبة عيد ميلادها بآخر الشهر نقولهن كل سنة وانتم سلمات يا حرات منحبكم كتير وإحنا منستناكم لتتحرروا